وإلى احتفالات القاهرة بنصر أكتوبر، حيث كرمت جمعية مصر المحروسة بلدي في احتفالية ضخمة أبطال وأسر شهداء حرب أكتوبر المجيد. مش بس الشهداء اللي اتكرموا، لكن كمان تم تكريم عدد من نجوم الفن اللي شاركوا في أفلام عن حرب أكتوبر. مع الذكرى 44 لنصر أكتوبر، كرمت إحدى الجمعيات المجتمعية أبطال الحرب والفنانين المشاركين في أفلام عن حرب أكتوبر، منهم النجم حسين فهمي. احنا حاولنا في الأفلام اللي قدمناها عن حرب أكتوبر ان احنا نظهرهم في أحسن صورة، وحاولنا قد ما نقدر ان احنا نمجد هذه البطولات وهؤلاء المقاتلين الحقيقيين اللي موجودين بيننا النهاردة، فأنا سعيد جدا اني موجود بينهم. تجربة تجسيد الحرب مرة أخرى لم تكن سهلة، استعاد ذكرها حسين فهمي. عبرنا قناة السويس كفنانين زملائي محمود ياسين، سعيد صالح، صلاح السعداني، المجموعة الرائعة من الزملاء، مرينا بنفس التجربة اللي هم مروا بيها، وطلعنا خط بارليف وعدينا، فكانت تجربة رائعة بالنسبة لي. صدرت لنا الأوامر بالعبور، هنقتحم القناة، هنحرر سينا، تحيا مصر. لما بنتكلم على الأفلام اللي عملناها، كانت قوات مسلحة مشاركة بشكل كبير جدا معنا، على الأقل 3000 عسكري بمعداتهم اللي قتلوا بيها فعلا في 6 أكتوبر. كانت في قوارب للعبور، سلاح الطيران مشارك معنا، كان في سلاح الفرسان، الدبابات. الفنان حسين فهمي يحظى بتكريم فريد في مهرجان الإسكندرية السينمائي. الدورة اللي جاية بتحمل اسمي، وعشان كده أنا سعيد بيها. إسكندرية مدينة عظيمة ليها تاريخ كبير جدا بخاص بالسينما، لأن أول أفلام أو أول كاميرا دخلت مصر دخلت عن طريق إسكندرية. واختاروا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لرئاسة لجنة التحكيم. إن شاء الله لجنة التحكيم مهرجان القاهرة، مهرجان القاهرة يستحق الكثير يعني. فأنا رئيس لجنة التحكيم، وكنت رئيس هذا المهرجان في يوم من الأيام، ومستعد أعمل أي حاجة للارتقاء بمهرجان القاهرة.